السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم معنا في أكاديمية التقويم. بإذن الله اليوم سنقوم بمراجعة مادة اللغة العربية، وسنبدأ بفرع النحو. أولا ونبدأ به همزة القطع وألف الوصل. نتذكر سريعا، درسنا هذا العام همزة ألف الوصل، وعرفنا أن ألف الوصل هي ألف أو همزة نأتي بها لكي نستطيع أن ننطق الحرف الساكن الذي يأتي في أول الكلمة، مثل كلمة انطلقة. فكلمة انطلقة النون ساكنة، فلا نستطيع في اللغة العربية أن نبدأ بساكن، لذلك نأتي بهمزة الوصل لكي نستطيع أن ننطق. فأقول عند النطق بكلمة انطلقة انطلق، هذا إذا جاءت الكلمة، إذا جاءت في أول الكلام. أما إذا جاءت همزة الوصل في وسط الكلام، مثل جاء عمرو وانطلق محمد، ففي هذه الحالة لا أنطق الهمزة، فإذا هي همزة تثبت في أول الكلام وتسقط في وسطه لفظا لا خطا. أما همزة القطع فهي التي تثبت في أول الكلام وفي وسطه. أقول أكل عمرو، أكل أكل، وفي وسط الكلام جاء محمد وأكل عمرو، فإذا الهمزة ثبتت أو ثبتت في الموضعين، في أول الكلام ووسط الكلام. طيب، ما المطلوب مني؟ المطلوب منك كطالب في الصف الأول الإعدادي، إذا طلب منك أن تستخرج همزة وصل أو همزة قطع من الفقرة، تعرف كيف تستخرجها ولماذا؟ أنت استخرجتها من اسم، لماذا هذا الاسم؟ أو استخرجتها من فعل، لماذا اخترت هذا الفعل؟ نبدأ كده، بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً الأسماء، أين أجد همزة الوصل في الأسماء؟ وأين أجدها في همزة القطع في الأسماء؟ كل الأسماء في الدنيا، كل الأسماء همزتها همزة قطع. أنا اسمي أحمد، إذن همزتك همزة قطع. أروى، همزة قطع. كل الأسماء همزة قطع، ما عدا 10 أسماء. هذه ال10 أسماء همزتها همزة وصل. ما هي هذه الأسماء؟ ابن وابنة، امرئ وامرأة، اثنان واثنتان، أيم الله وأيمن الله، ويستخدمان في القسم، اسم واسم. هؤلاء العشرة أو هذه ال10 أسماء دائما همزة وصل، همزتها همزة وصل. فإذا طلب مني في الامتحان أن أستخرج همزة وصل، أبحث عن أحد هذه الأسماء. إذا طلب مني أستخرج همزة وصل في اسم، أبحث ابن، ابنة، امرئ، امرأة، اثنان، اثنتان، أيم الله، أيم الله، اسم، اسم. ولكن بشرط أن تكون هذه الكلمات مفردة، فإذا جمعت هذه الأسماء أو ثنيت أصبحت همزات قطع. يعني مثلا إذا قلت أبناء، إذا هذه همزة وصل أم قطع؟ المعلمة قالت لي إذا جمعت فتكون همزة قطع، فإذا دي همزة قطع وليست همزة وصل. أما ابن المفردة فهي همزة وصل، وعلى مثل ذلك قص. أما إذا طلب مني همزة وصل في اسم أو همزة قطع، عفوا، في اسم، أي اسم من القطعة، أسد، أريكة، أحمد، كل هذه الأسماء فهي أسماء إيه؟ كل همزتها همزة قطع. طيب، نأتي للأفعال. أين أجد همزة الوصل في الأفعال؟ وأين أجد همزة القطع؟ نبدأ بالفعل الماضي. الفعل الماضي إذا كان يتكون من 3 أحرف أو 4 أحرف تكون همزته همزة قطع، مثل الفعل أكل، أكل، كم؟ 1 2 3. يبقى إذا هذا الفعل همزته همزة وصل. أو كان رباعيا، مثل أكرم، أكرم، أيضا همزته همزة قطع. أما إذا كان الفعل الماضي خماسيا أو سداسيا فهمزته همزة وصل، مثل استغفر، سداسي، استغفر واستغفر. بص، بعرفها، نعرفها كيف؟ انطق، ضع قبلها واو، ضع قبلها واو، فنقول واستغفر، اذا همزتها همزه وصل. ايضا همزه الوصل لا يكتب فوقها شيء، لا يكتب فوقها مزاد، فاذا انا بالنظر يمكنني ان استخرجها، ولكن استخرجتها لماذا؟ اقول لانها ايه؟ فعل ماضي سداسي. حسنا، طيب الفعل انطلق، انطلق، انطلاق، 5 أحرف، فإذا ده ماضي خماسي فهمزته همزة وصل. الفعل المضارع، الفعل المضارع جميل، همزته كل الهمزات دي همزات قطع، إذا كان ثلاثيا، رباعيا، خماسيا، سداسيا فهمزته همزة قطع. أقول أكل،
أقول أنطلق عن نفسي، أنطلق، أقول أستغفر. إذا الهمزة همزة قطع، فأي فعل مضارع فهو همزته همزة إيه؟ قطع. الفعل الأمر الثلاثي والخماسي والسداسي وصل. الفعل الأمر يحب همزة الوصل كثيرا، الثلاثي والخماسي والسداسي وصل. أما الرباعي فهو قطع، الفعل الرباعي قطع، لكن الثلاثي والخماسي والسداسي وصل. سداسي كيف في الأمر؟ أقول اذهب، ثانية كده، اذهب كيف يا مس، كيف يا معلمة، اذهب الماضي منه إيه؟ ذهب. أنا أقوم بعد الفعل في الماضي، فاذهب الماضي منها ذهب، واحد اثنان ثلاثة، إذن فهو أمر ثلاثي، ولكن المكتوب أمامي أربعة، ليس لي علاقة بالأمر، أنا أقوم بالعد في الماضي، فالماضي ثلاثي، فإذن اذهب ده هذا إيه؟ فعل ثلاثيا. هذا الفعل في الحرف كل الحروف همزتها همزة قطع ما عدا ال. التعريف، ال التعريف مثل إذا قلت المدرسة، المدرسة، الكتاب، هذا هو الحرف. فإذا طلب مني أو طلب مني أن أستخرج همزة وصل في حرف، أبحث، أبحث أو أقوم بالبحث عن كلمة بها ألف تعريف. أقول له الكتاب، المدرسة، الأخلاق، حتى إذا كانت الكلمة مبدوءة بهمزة، يعني كلمة إخلاق، أخلاق، مبدوءة بهمزة قطع ولكن ليس لي علاقة. ما المبدوء؟ ال، إذن فهي همزة وصل في حرف. طيب المصادر، المصادر ما نطلق عليها المفعول المطلق، المفعول المطلق، أقول أكل أكلا فهذا هو المصدر. فإذا كان المصدر ثلاثي أو رباعيا فكانت همزته همزة قطع، أما إذا كان خماسيا أو سداسيا فهمزته همزة إيه؟ وصل. مثل أقول، أقول استغفر استغفارا، فإذا هذه همزة وصل. انطلقا انطلاقا، هذه همزة وصل. فإذا المصدر المقصود بها المفعول المطلق. هذا هو درس همس الوصل والقطع. درسنا بعد ذلك أنواع الخبر. هذا درس ليس بجديد على بجديد عليكم. لماذا قمتم بدراسته في الصف السادس الابتدائي؟ وعلمنا أن الخبر ثلاثة أنواع، مفرد وجملة وشبه جملة. فالمفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، كلمة واحدة وليست ظرفا. أسهل شيء يمكن أن تستخدم به الخبر أن تسأل عن خبر بكلمة ماله أو ماله أو مالها أو مالها، عفوا، ماله أو مالها. إذا قلت الجندي، ماله الجندي؟ شجاع، إذا هذا هو الخبر. فالإجابة هنا بكلمة واحدة، فإذا هنا دي الكلمة الواحدة أصبحت إيه؟ ده خبر مفرد. طب الجملة، أنا عندي الخبر إذا كان جملة فالجملة نوعين، خبر جملة اسمية وخبر جملة فعلية. ولكن ركز معي، الجملة إذا كان الخبر جملة لابد له من رابط يربط الخبر بالمبتدأ. إذا قلت محمد، ما له محمد؟ أخلاقه جميلة. ركز معي، محمد أخلاقه جميلة، أخلاقه جميلة هنا هي جملة الخبر. أخلاقه، أخلاق، مش الهاء بها ضمير عائد على محمد، يبقى إذن هذا هو الرابط. يبقى لابد من وجود، إذا كانت الجملة اسمية لابد لها من رابط يعود على المبتدأ، مثل الحديقة أشجارها جميلة، الحديقة مالها أو مالها، أشجارها جميلة. حسنا، أنا الإجابة هنا كانت ليست بكلمة واحدة، الإجابة كانت بأكثر من كلمة. يعني أنا إذا قلت الحديقة أشجارها، هل فهمت شيء؟ هل فهمت شيء؟ لم أفهم شيء. فإذا لا ينفع أن يكون، لا أو لا يجوز أن يكون الخبر هنا أشجارها. طب إذا قلت الحديقة جميلة، هل المقصود هنا في الجملة أن الحديقة هي الجميلة أم أن الأشجار الجميلة؟ فإذا لا يجوز أن تكون كلمة جميلة خبر للحديقة. فإذا الخبر هنا كلمة، جملة أشجارها جميلة. حسن، يبقى الحديقة أشجارها جميلة، يبقى الخبر أشجارها جميلة. طيب لماذا قلنا هنا أن الخبر جملة اسمية؟ لأن الخبر يحتوي على رابط يعود على الجملة الاسمية، أشجارها، الهاء. فإذا الخبر هنا جملة اسمية. طب إذا كان الخبر جملة فعلية، يسير، نبحث عن اسم جاء بعده فعل، اسم جاء بعده فعل، الفلاح ما له يزرع، فعل، يبقى إذن هذا خبر جملة فعلية، الفلاح يزرع الحقل أو يزرع الأرض. طيب احنا دلوقتي اتفقنا مع بعض
ان لابد من جمله جملة الخبر ان يكون بها رابط. فعندما اقول الفلاح يزرع الارض، اين الرابط؟ ها اسمع احدكم، يزرع هو الضمير المستتر، هو الرابط الذي يعود على الفلاح. يزرع من؟ يزرع هو، فاذا هو هنا الرابط، فيجوز ان يكون الرابط الضمير المستتر. شبه الجمله، شبه الجمله اذا كان الخبر شبه الجمله، هو الخبر ايه؟ الظرف والجار والمجرور. الطالب ما له في الفصل، ولكن ركز معي هنا، الطالب الخبر هو الذي يعطي الفائده، فعندما اقول الطالب ما له في الفصل هنا حصلت فائده، لكن عندما اقول الطالب في الفصل يلعب بالكره، او عندما اقول محمد، مثال اسهل شويه، فنقول مثلا محمد في المدرسه مهذب. محمد ما له؟ مهذب. فإذا هنا الخبر مهذب وليست في المدرسة. لماذا؟ أنا ماذا أريد أن أخبرك هنا؟ أن أخبرك أن محمد مهذب. لكن إذا قلت الطالب في الفصل فقط، فإذا الخبر هنا شبه الجملة. العصفور فوق الشجرة، العصفور فوق، يبقى إذا الخبر هنا فوق هو شبه الإيه؟ هو شبه الجملة. تمام؟ طيب سريعا على الخبر المفرد، الخبر المفرد ليس معناه أن يكون مفردا ومثنى وجمع، لا، المفرد هو الكلمة. يعني مثلا إذا قلت الكتابان نظيفان، وهنا الخبر مفرد أيضا، حتى إذا كان مثنى فهو مفرد أيضا. الأولاد مهذبون، الخبر مفرد أيضا لأنه كلمة، وليس المقصود هنا بالمفرد المثنى والجمع. يبقى سريعا كده، أنا عندنا الخبر ثلاثة أنواع: مفرد، جملة، وشبه جملة. المفرد ما كان كلمة واحدة، سواء كانت هذه الكلمة مفرد أو مثنى أو جمع. الجندي شجاع، الجنديان شجاعان، الجنود شجعان. إذا الخبر هنا مفرد. الجملة نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. وقلنا أن شرط الخبر الجملة أنه لا بد له من رابط. فعندما أقول الكتاب يقول لي في الامتحان أخبر هنا، أخبر هنا بجملة اسمية، أقول له الكتاب أوراقه نظيفة، إذا الهاء عائدة على الكتاب. الفلاح، أو أقول مثلا الطالب يلعب في الملعب، يبقى إذا هنا يلعب هي جملة إيه؟ جملة الفعلية هي الخبر. شبه الجملة سهل وبسيط نعرفه من الجر والمجرور والإيه والظرف. حصلت؟ طيب الدرس الثاني معنا هو درس الضمائر، درس جميل وبسيط ولكن يحتاج إلى تركيز. الضمائر عندي نوعين: ضمائر بارزة أي ظاهرة، والضمائر مستترة. ما الفرق بين الضمير البارز والضمير المستتر؟ الضمير البارز هو الذي يظهر في النطق والكتابة، يظهر في النطق والكتابة. الضمير المستتر عكسه، لا يظهر في النطق ولا في الكتابة. الضمائر البارزة مثله، الضمائر البارزة أولا لازم أو لابد أن نعلم أنها نوعين: ضمائر بارزة منفصلة وضمائر بارزة متصلة. فالضمائر المنفصلة، ما هي الضمائر المنفصلة؟ تكتب مستقلة، مثل هو رجل، هي جميلة، أنا محمد، أنت علي. الضمائر المنفصلة انظر معي، فيها متكلم أنا ونحن، الغائب هو وهي وهم وهما وهن، المخاطب أنت وأنت وأنتم وأنتما وأنتن. الضمائر المتصلة هي التي تتصل، متصلة يعني تتصل بالأسماء والأفعال، وهي تنقسم إلى ضمائر رفع وضمائر نصب وجر. فأولا نبدأ بضمائر الرفع، أي التي تأتي في محل رفع، تكون إما فاعلا، بقول ضمير مبني في محل رفع فاعل، أو اسم لكان. عندما أقول كانوا، فهذا ضمير رفع متصل. ما هي الضمائر الرفع المتصلة؟ ألف الاثنان، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، تاء الفاعل، ونا الفاعلين. يمكن أن نجمعهم في كلمة توانينا، توانينا تاء الفاعل، التاء تاء الفاعل، الواو واو الجماعة، الألف ألف الاثنان، النون نون النسوة، الياء ياء المخاطبة، ونا الفاعلين. أما ضمائر النصب والجر فهي هاء الغيبة، كاف الخطاب، ياء المتكلم. أقول مدرستهم يسلمك إنني، كل هذه الضمائر هي ضمائر النصب والجر. أما الضمائر المستترة، الضمائر المستترة
نحن نعلمها منذ أن كنا في المرحلة الابتدائية. أقول الحق، أقول أنا الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، نجري حول الملعب، نجري نحن، محمد قرأ الدرس، قرأ هو. كيف أستخرج ضمير المستتر؟ إذا طلب منك أن تستخرج ضميرا منفصلا، ابحث عن الفعل، ابحث أولا عن الفعل، ثم انظر هل هذا الفعل جاء معه فاعل أم لا. مثلا محمد قرأ الدرس، محمد قرأ الدرس، نبحث عن الفعل، أين الفعل؟ قرأ، هل جاء بعد قرأ فاعل؟ هل هنا بعد قرأ جاء فاعل؟ قرأ الدرس، لم يوجد فعل، فإذا الفاعل هنا مستتر وتقديره هو، والتقدير بسيط وسهل، قرأ هو، نقرأ نحن، بسيط يا طلابي الأعزاء. حسنا، نأتي للدرس الثالث أو الرابع، الفعل الصحيح والفعل المعتل. هذا من الدروس أيضا الجميلة. الفعل الصحيح ينقسم، الفعل الصحيح هو ما خلت أحرفه من أحرف، من أحد أحرف العلة. أنا علمت أن هناك أحرف علة، ما هي أحرف العلة؟ الألف والواو والياء. فالفعل الصحيح هو ما سلمت أحرفه من أحرف العلة، ليس به حرف علة، مثل الفعل ذهب، الفعل كتب، الفعل ضرب، ضاد ضاد راء باء، لا يوجد فيه حرف من أحرف العلة، لا يوجد ألف ولا يوجد واو ولا يوجد ياء. فإذا الفعل الصحيح ليس به حرف من أحرف العلة. حسنا، تمام. طيب الفعل الصحيح، إذا قلت مثلا يذهب، هل يجوز أن نقول أن هذا فعلا معتل لأنه به ياء؟ لا يجوز، لأن عشان لكي تعلم هل هذا الفعل صحيح أم معتل، نرجع إلى الماضي، نرجع إلى الماضي، يذهب الماضي منه ذهب، إذن ذهب، هل يوجد به حرف علة؟ لا يوجد به حرف علة، فإذا هو هذا فعل إن إيه؟ هذا فعل صحيح. الفعل الصحيح أقسام، الفعل الصحيح أقسام، المهموز والمضاعف والسالم. نبدأ بالمهموز، مهموز، مهموز، ما معنى مهموز؟ مهموز همز، هو ما كانت أحد حروفه الأصلية همزة، أكل، سأل، بدأ، انظر، أكل بها همزة، سأل بها همزة، بدأ بها همزة، وهذه الهمزة أصلية ليست زائدة، همزة أصلية من أصل الكلمة. لكن مثلا إذا قلت أستغفر ربي، هل هذه الهمزة أصلية؟ لا ليست أصلية، لأن الفعل أصله غثر، لكن هنا الهمزة أصلية، فإذا ده فعل صحيح. يقول لي ماذا نوعه؟ أقول له صحيح مهموز. المضاعف، مضاعف، ضعف، تضعيف، يبقى إذا ما كانت أحد أحرفه مضاعفة، مثل الثلاثي، مثل عد، شد، حب، لأن هذا الفعل يأتي كثيرا في الامتحان، حب يحب، الفعل حب من الأحرف المضاعفة. عد، مد، رد، الرباعي، الرباعي مثل زلزل، جلجل، عس، عسى، قلقل، هذا فعل رباعي مضاعف مكون من 4 أحرف في الماضي. الفعل السالم، الفعل السالم هو ما خلت أحرفه من الهمز والتضعيف، أي إنه صحيح ولكن لم يأتي به همز ولا تضعيف، مثل كتب، هل كتب بها همزة؟ لا. هل بها حرف مضاعف؟ لا. فإذا هو فعل، إذا هو فعل إيه؟ سالم. حسنا، طيب نيجي بعد كده للفعل المعتل. الفعل المعتل علة معتل، يبقى إذا هو ما كانت أحرفه أحد أحرفه حرف من أحرف العلة، ما كانت أحرفه حرف من أحرف العلة. المعتل هو ما كان أحد أصوله حرف علة. والمعتل أنواع، مثال هو ما كان أول حرف به حرف علة، مثل وقف، وجد، وصل، بدايته حرف علة، يسر، أهو وصل، الواو حرف علة، يبقى المثال هو مثالي فأوله حرف علة، أوله حرف علة. طيب الفعل الثاني، المثال الأجوف، أجوف، جوف، وسط، مثل قال، باع، ليس، هذا فعل أجوف. الفعل الناقص، ناقص في الآخر، هو ما كان آخره حرف علة، مثل دعا، سعى، قضى. الفعل اللفيف، لفيف، ملفوف، لفيف، لفيف مفروق ولفيف مقرون. اللفيف المفروق في فرق أهو، أقول زي وعى، هو أوله آخره حرف علة، هو مكون من 3 أحرف، الأول والآخر حرف علة، والوسط لا، وعى، وصى، وهى. اللفيف المقرون، إذا مقرون، مقترن، يبقى إيه؟
أحرف ما كان ثانيه وثالثه حرف من حروف العلة، مثل روى، سوى، نوى، عفوا. فكل هذه الحروف أو كل هذه الأفعال هي من أفعال المعتل. أخذنا نحو كثيرا، نطبق على ما درسناه. انظر معي، مفتاح، المفتاح الذي يجعلنا نفهم قطعة النحو أن تقرأ القطعة مرتين، يجب عليك أن تقرأها مرتين، مرة تقرأها للقراءة لكي تجيد قراءتها وتفهم ما تقول، المرة الثانية نبدأ لنركز، ماذا هذا الفعل سوف أحتاجه؟ آه هذا الاسم، آه ده مبتدأ ممكن يسألني، ممكن أن يقوم بسؤالي وعنه بالسؤال عنه، آه هذا الفعل صحيح يمكن أن يسألني عنه. يبقى إذن أول حاجة نقرأ القطعة مرتين. انظر معي، إيمان المرء الصادق يحقق له السعادة، ومن يعمل الصالحات ويطع والديه يمنحه الله سعادة دائمة تملأ قلبه، والمؤمن سلوكه قويم حريص على فعل الخير في كل وقت حتى يرضى عنه ربه ويعيش وهو مطمئن في دنياه. هذه القراءة الأولى لكي أفهم القطعة. القراءة الثانية أبدأ أنظر بقى، إيمان المرء الصادق يحقق له السعادة، يحقق، يحقق، سوف أحتاج هذا الفعل، هذا فعل مضاعف يمكن أن يسأل يقوم بالسؤال عنه، أضع تحته خط خفيف. ومن يعمل الصالحات، الصالحات طلب إعرابها، ويعمل الفعل يعمل عمل، هذا فعل صحيح سالم يمكن أن يسألني عنه. ويطع والديه، يطع أطاعة، طاعة، ده فعل أجوف معتل يمكن أن يقوم بالسؤال عنه، وهكذا. نقرأ القطعة ونقوم بإيه؟ بالتركيز فيها. يمنح الله سعادة دائمة تملأ قلبه، والمؤمن سلوكه قويم حريص على فعل الخير في كل وقت حتى يرضى عنه ربه ويعيش وهو مطمئن. نبدأ أولا الإعراب، أول كلمة في الإعراب ومن يعمل الصالحات. ننظر، الإعراب بسيط ولكن يحتاج إلى تركيز. الإعراب فهم وليس حفظ يا حبايب، يعني إذا أردت أن تعرف صحيحا لا تحفظ، افهم، افهم، وإذا حفظت سوف تقوم بالإعراب سريعا. من يعمل الصالحات، هل الصالحات اسم أم فعل؟ اسم، ده اسمه جمع مؤنث سالم. يعمل جاء قبله أو جاء قبله فعل. انظر، من يعمل الصالحات، الصالحات هنا فاعل أم مفعول؟ يعمل الصالحات، هل الصالحات هتعمل؟ لا، يبقى إذا الصالحات هنا ليست الفاعل. ماذا يعمل؟ سألت بماذا؟ فإذا هذا هو المفعول به، فالصالحات هنا مفعول به. ومن يعمل الصالحات، يبقى إذا الصالحات مفعول إيه؟ مفعول به. طيب مفعول به ماله؟ المفعول به منصوب بالفتحة. لا لا لا، ركز معي، هذا جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يرفع بالضم وينصب ويجر بالكسر، فإذا الصالحات هنا مفعول به مجرور وعلامة جره الكسرة نيابة عن الفتحة. لماذا مجرور بالكسرة؟ ليه؟ ليه هنا جاي بالكسرة مش بالفتحة؟ لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة ولا ينصب بالفتحة. نركز كده، حاجات بسيطة تخلينا إن إحنا نقدر إن إحنا إيه؟ نكون أحسن وأفضل في الإعراب. الكلمة الثانية حريص على فعل الخير، كلمة نكرة جاء بعدها كلمة معرفة، وأنا مغلق عيني. الخير مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. في كل وقت جاء اسم بعد حرف جر، فإذا كل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. فيرضى عنه ربه، آه يرضى عنه ربه، من الذي سيرضى؟ أنا سأرضى أن ربي هو الذي سيرضى ربي. يبقى إذن ربي هنا، ربه هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، ولا ننسى أن نعرب الضمير، أي ضمير يأتي مع اسم متصل باسم يعرب له إعراب واحد فقط، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ثاني، أي ضمير يتصل باسم ما إعرابه؟ ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. يبقى إذا ربه هنا الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. آدي الإعراب. نيجي بعد كده للاستخراج. طلب مني خبر لمبتدأ. أول أفضل حاجة عندما أقوم بالاستخراج الخبر أبدأ أبحث في أول القطعة. في أول القطعة، إذا لم أجد أبدأ أبحث بعد الفصلات، بعد الفصلة. فنبدأ كده، إيمان، آه الحمد لله القطعة بدأت باسم. إيمان المرء ماله؟
ما له إيمان المرء، هل هنا الكلمة المرأة فقدت فائدة؟ لم تعطيني الفائدة. إيمان المرء الصادق، ما استفدتش. ماذا إيمان المرء ماله؟ يحقق له السعادة. فإذا هنا الخبر جملة يحقق، إذا سألت بما له أو ما لها سوف تجد الخبر على طول، يعني على طول. فإذا هنا خبر المبتدأ كلمة إيه؟ يحقق. طب نوعه يحقق ده فعلي، يبقى إذا الخبر هنا جملة فعلية. طيب طلب مني أبحث عن همزة قطع، همزة قطع أبحث عن همزة مكتوب فوقها ألف فوقه همزة فوقها همزة، فهنا إذا بحثنا نجد هي كلمة إيمان. طيب همزة وصل فتجد الكثير، السعادة، الصالحات. نبحث عن كلمة بها ال أو أولها ألف ليس فوقها همزة. فعلا صحيحا وبين نوعه. نتذكر معا الفعل الصحيح، ما هو الفعل الصحيح؟ الفعل الصحيح الذي لا يوجد في أحد أحرفه حرف علة. نبدأ كده، وأنا كنت أقوم بالقراءة استخرجت الفعل حقق، استخرجت الفعل يعمل. يبقى إذن ممكن نقول هنا يمنح، وده في نوعه ايه؟ منح. هل الفعل منح به همزة؟ لا. هل به حرف مضاعف؟ لا. فإذا هو هنا نوعه صحيح سالم. فعل معتل وبين نوعه. معتل أي به حرف علة. نبحث 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 نبحث. هي إيمان المرء الصادق يحقق له. ها ها نبدأ كده. يطيع يطيع. وأنا كنت أقوم بالقراءة بحثنا وقلت لك أن تضع خط تحت الفعل الذي تشك أنه سوف يقوم بالسؤال عنه. أنت في هذا العام لازم ولا بد أن يأتي في الامتحان يسألك عن فعل. فإذا وأنت تقرأ القطع ضع خط تحت الأفعال لأنك ستحتاج إليها وسيقوم بالسؤال عنها، سيقوم بالسؤال عنها. فهنا يرضى يرضى رضى، إذا هذا هو الفعل الناقص. طيب فعل معتل ناقص لأن حرف العلة في آخر الكلمة. حسنا، ضمير منفصل وآخر متصل. الضمير المنفصل أبحث عن أنا وأنت، هو وهي وهما وهم وهن، أنت وأنت، أنا ونحن، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. نبحث نبحث نبحث. ضمير منفصل هو. الضمير المتصل ابحث عن ضمير متصل بفعل أو اسم، مثل الهاء في والديه، يمنحه، الهاء في يمنحه، الهاء في سلوكه، كل هذه ضمائر متصلة. حسنا، سؤال استخراج مهم ويحتاج إلى تركيز وهدوء. لا تتوتر، هدئ روعك. طيب أجب بما هو مطلوب. القراءة يريد خبر. القراءة إذا طلب مني خبر جئ بأي خبر تريده، خبر مفرد، خبر جملة اسمية، خبر جملة فعلية، أي شيء. يمكنك أن تقول القراءة مفيدة خبر مفرد. القراءة مثلا هنا معتينا للجميع خبر شبه جملة. القراءة تفيد خبر جملة فعلية. فيمكنك أن تأتي بما تريد. أما إذا طلب منك خبر مفرد يبقى أو لابد أن تأتي بما هو مطلوب. إذا طلب منك خبر جملة لابد أن تأتي بما هو مطلوب. إذا طلب منك خبر شبه جملة لابد أن تأتي بما هو مطلوب. يبقى إيه؟ لازم نركز في السؤال كويس، لازم نركز أوي أوي هو طالب مني إيه؟ لازم أقرأ رأس السؤال كويس. نحن نحب الوطن، ما تحته خط، نحب. إذا أردت أن تعرف أصل الفعل لابد أن تأتي بالماضي. نحب أصلها الفعل حب. قلت لك ركز قوي في الفعل حبة لأنه من الأفعال اللي بتيجي كتير قوي في الامتحانات. حب با. إذن فهو فعل إيه؟ مضاعف، مضاعف ثلاثي، حاء باء باء. الشدة حرفان، حرف ساكن وحرف متحرك، فإذن هو مضاعف إيه؟ مضاعف ثلاثي. ندخل على فرع آخر، فرع المر... آه الح... آه القراءة. ماشي، درس الحرية. نحن نعلم أن من كتب هذا الدرس هو المنفلوطي، ومن أهم أعماله طبعا المنفلوطي ولد بمحافظة سوهاج في منفلوط، ومن أهم أعماله الفضيلة بسم الله الرحمن الرحيم، الفضيلة والنظرات والعبارات. نبدأ في الدرس.
قصة الدرس أن الكاتب في يسمع مواء قطة فيقوم يستيقظ من نومه ليرى هذه القطة، فاستيقظ الكاتب على صوت هرة كانت تصيح بجانبه وتتمسح به، يعني يحسب الكاتب أن القطة تريد طعاما أو شرابا، فقدم له الطعام أو الشراب، ولكن القطة لم تحفل ولم تهتم به. فتمنى الكاتب كده أن لو كان سليمان حتى يفهم لغتها ويفهم ما بها وفرج عنها كربتها. ولكن عندما عند التركيز لاحظ الكاتب أن القطة تطيل النظر إلى الباب، باب الغرفة المغلق، ففتح لها الباب، فهي فتح لها الباب، وفي هذه الحالة تحولت حالتها من حزن إلى سرور. تعجب الكاتب، القطة عندما أصبحت حرة أصبحت سعيدة. إذن هل تفهم أو هل يفهم الحيوان معنى الحرية؟ نعم، جميع الكائنات تفهم معنى الحرية، فالحرية هي الشمس التي لو حرم منها الإنسان لعاش في ظلمة حالكة. إذا الحرية شمس، أيضا الحرية حياة، فبدون الحرية يصبح الإنسان كاللعب المتحركة في أيدي الأطفال. فالكاتب أدرك معنى الحرية وعلم أن أيضا الكائنات الحية تدرك معنى الحرية. ومن رأي الكاتب أن من يطالب بحريته ليس متسول ولا مستجد، ولكنه يطلب حق من حقوقه، أو يطلب حق من حقوقه التي فقدها بسبب المطامع البشرية. فإذا على الجميع أن يتحلى بالحرية وأن يحظى بإيه؟ بهذا الشيء الجميل. هذا ملخص سريع للدرس، نبدأ بالحل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الكاتب: عدت إلى فراشي وأسلمت رأسي إلى يدي وأنشأت أفكر في أمر هذه الهرة وأعجب لشأنها وأقول: ليت شعري، ليتني أفهم. هل تفهم هذه الهرة معنى الحرية؟ القطع، نبدأ في الحل. جمع هرة، هراون، هراون، هرة، هراون لا تأتي، هرة، هرر، هرة، هرر، هرة، هرائر، خطأ، هرة، هرور، خطأ. يبقى إذن هرة تجمع على هرر. المقصود بليت شعري، ليت شعري، ليت شعري، هل المقصود هنا بالشعر؟ ليس المقصود بها شعر، ولكن المقصود إيه؟ ليتني أعلم أو ليتني أعرف. حسنا، جمع فراش، عدت إلى فراشي، فراش، فراشين، فرائش، لا، فرش، فرش، نعم، فرش، على فرش، فرش. فإذا جمع فراش هو إيه؟ فرش. حسنا، حسن. السؤال التالي، طرح الكاتب سؤالا على نفسه، ما هو وبما أجاب عنه؟ نرجع إلى الفقرة ونجد هل إجابة السؤال موجودة بالفقرة أم لا؟ فإذا كانت موجودة بالفقرة نأتي ونكتبها، أما إذا كانت غير موجودة أبدأ أتذكر الدرس وأجيب عما قمت بمذاكرته. فهنا طرح الكاتب سؤالا على نفسه، ما هو السؤال؟ نرجع للفقرة، هذا هو السؤال، هل تفهم هذه الهرة معنى الحرية؟ وبما أجاب عنه، نعم أنها تفهم معنى الحرية. يبقى إذن السؤال الذي طرحه الكاتب على نفسه، هل تفهم هذه الهرة معنى الحرية؟ وبما أجاب عنه، نعم أن هذه الهرة تفهم معنى الحرية. كيف تكون حياة الإنسان الفقد للحرية؟ حياته كأنه يعيش في ظلمة حالكة. معنى تشرق في القطعة، الحرية شمس يجب أن تشرق، تشرق تطلع، ومضاد ظلمة نور. بما صور الكاتب الحرية، فالحرية هنا في الفقرة، هنا في الفقرة شبه الحرية بالشمس، أما إذا طلب مني أو طلب مني بما صور الكاتب الحرية يمكن أقول شيئان، أنه شبهها بالشمس أو شبهها بالحياة، وكيف يعيش من حرم منها؟ يعيش في ظلمة حالكة. ما سبب مواء الهرة؟ نعم، ها، ما سبب مواء الهرة؟ أيوة، أنها كانت حبيسة في الغرفة، متى شعرت بالسعادة؟ عندما خرجت من الغرفة. صيانة المال العام، هذا الدرس من الدروس القوية التي تحتاج إلى مذاكرة. الدرس يتحدث عن المرافق العامة، وهي ما هي المرافق العامة؟ المرافق العامة هو كل ما أقيم بمال العام لينتفع به السكان. فالأمة جميعا تمتلك المرافق العامة، المرافق العامة مثل المدرسة الحكومية، مثل المشفى، مثل الباصات التي نقوم أو الحافلات التي نقوم بركوبها، مثل الحدائق العامة، كل هذه المرافق تسمى مرافق عامة. لماذا سميت بالمرافق العامة؟ لأنها أقيمت بمال أبنائها.
إذن المرافق العامة ملك لنا جميعا، إذن يجب الحفاظ على المرافق العامة حتى تبقى سليمة ويمكن الانتفاع بها إلى أقصى حد. أيضا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التفريط في المال العام، وأن من يفعل ذلك فجزاؤه النار. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. خلي احذر هذا الحديث، يجب عليك حفظه. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. نار يوم القيامة. طيب، هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي قد تأتي في الامتحان. أيضا مظهر من مظاهر الحفاظ السلف على المال العام هو سيدنا عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر بن عبد العزيز من الأشخاص الذين حافظوا على المال العام، فكان إذا جلس وانشغل بأمر من أمور المسلمين، إذا كان يبحث في أمر من أمور المسلمين أشعل شمعة من بيت مال المسلمين بمال المسلمين، وإذا انصرف إلى أحد شؤونه الخاصة، يعني بيفعل حاجة لنفسه، أطفأ هذه الشمعة وأشعل شمعة أخرى بماله. وهذا إن كان يدل فيدل على الحرص الشديد من سيدنا عمر على المال العام. فإذا المال العام من الأشياء المهمة التي يجب الحفاظ عليها. طب كيف؟ ما دورنا تجاه المال العام؟ يجب علينا أن نحسن التعامل مع الممتلكات العامة. نحن نحسن التعامل معها. كمان صيانة المال العام هو واجب ديني ووطني. كيف واجب ديني؟ لأن ديننا يأمرنا بذلك. طب كيف واجب وطني؟ لأن المال العام ينفق في خير الوطن ويستعان به في إقامة المشروعات، لذلك يجب علينا الحفاظ على المال العام. نأتي لنقوم بالحل على المال العام. إن صيانة المواطن للمال العام واجب تمليه عليه عقيدته، لذا فهو يحرص عليه كما يحرص على ماله الخاص، لأنه يعلم أن المال العام هو مال جميع أفراد الوطن، وأن الاستيلاء عليه أو التفريط فيه يعد جريمة وخيانة. مضاد كلمة صيانة، مضاد الصيانة إهدار. معنى الاستيلاء، الاستيلاء أي استولى على شيء، استولى عليه هو الأخذ والسلب. ما المقصود بالمال العام وكيف نحافظ عليه؟ قلنا أن المال العام هو مال جميع أفراد الوطن في الدولة، ويجب علينا أن نحافظ عليه بحسن التعامل مع الممتلكات، بحسن تعاملنا مع الممتلكات. لماذا يجب على المواطنين الحفاظ على المال العام؟ لأنه مال جميع أفراد الوطن في الدولة كما اتفقنا يا أبنائي، هو مال جميع أفراد الوطن، والاستيلاء عليه أو التفريط فيه يعد جريمة. طيب، معنى وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التفريط في المال العام، فقال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. معنى التفريط الإهمال وجمع مال أموال. بما توعد الحديث من يفرط في المال العام، توعدوا بأن له إيه؟ النار يوم القيامة. أحسنتم. ما المقصود بالمرافق العامة؟ قلنا أن المرافق العامة هي كل ما أقيم بالمال العام، ووجدنا نحوها أن نحافظ عليها ولا نفرط فيها. الدرس التالي درس سبيل النجاح. في الصباح المشرق جميع الناس يندفعون إلى أعمالهم. لكي؟ ما السبب؟ ما السبب الذي يدعوهم إلى الاندفاع إلى أعمالهم؟ تحقيق الآمال. فكل يسعى لتحقيق أمله، فالموظف يسعى إلى الرقي، التاجر إلى الربح، العامل في زيادة الأجر، الطالب إلى النجاح. إذا كل منا يسعى إلى تحقيق أمله. الأمل هو أساس النجاح، فالأمل عند الإنسان متجدد ما دام الإنسان على قيد الحياة. هل أملك وأنت في المرحلة الابتدائية مثل أملك وأنت في الإعدادية، مثل أملك وأنت في الثانوية، مثل أملك عندما تقوم إن شاء الله بالتخرج من الجامعة؟ لا، الأمل متجدد. حسنا، والآمال المتتابعة هي التي تجعلك إنسانا طموحا. يبقى إذن الآمال هي التي تصنع الطموح. طب ما الفرق بين الطمع والطموح؟ ما الفرق بين أن أكون طموحا وأن أكون طماعا؟ الطموح هو صفة حسنة جميلة، صفة جميلة مرتبطة بالعزيمة، عندي عزيمة كده وعايز أكون أفضل. أما الطمع صورة من صور الأنانية والشر، لأن الطماع إنسان لا يشبع ولا يرتوي، دائما يريد المزيد.
والطموح هو الذي يحرك العزيمة. كيف يحرك الطموح العزيمة؟ انظر معي، يجعل الموظف ينتظم في عمله ويحسن الأداء، يجعل التاجر يسعى لكسب رضا الزبائن عن طريق حسن المعاملة، يجعل العامل يحسن عمله ويجوده، يجعل الطالب يجد ويهتم ويحسن أخلاقه ويصبر على طلب العلم. فكل هذا يؤدي إلى النجاح والتفوق المستمر. حسنا، نبدأ في حل الأسئلة. الطموح هو الذي يحرك العزيمة عند الإنسان ويشدها، فطموح الموظف في وظيفته ينعكس على عمله فينتظم ويحسن الأداء. معنى يحسن ولا يحسن عكسها، معناها يجيد، عفوا هي يجيد وليس يسيء، يسيء هو المضاد. مضاد العزيمة العزيمة، عكسها العجز، العجز أن يكون الإنسان أن يكون الإنسان عاجزا. طيب، ما علاقة الطموح بالعزيمة؟ ما العلاقة؟ الطموح، نطلع للقطع كده، الطموح هو الذي يحرك العزيمة، إذا الإجابة من الفقرة، فالطموح هو الذي يحرك العزيمة. ما نتيجة طموح الطالب؟ نتيجة طموح الطالب أنه التفوق، إذا طمح، إذا الطالب يطمح فإذا ده هذا يجعله يحسن من أدائه ويصبر على طلب العلم ويجتهد فيتفوق. القطعة، الفقرة الثانية، الطموح صفة من الصفات الكريمة وهو مقرون بالعزيمة الصادقة والسعي الجاد، أما الطمع فهو صورة من صور الأنانية. هات معنى مقرون، مقرون أي مقترن. مضاد الأنانية الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من صفات المؤمنين الإيثار. فالأنانية هي صفة سيئة من الصور الشريرة، من الصفات الشريرة. هل يوجد اختلاف بين الطموح والطمع؟ نعم، فالطموح هو صفة من الصفات الحسنة، صفة من الصفات الحسنة مقرونة بالعزيمة الصادقة، أما الطمع هو صورة من صور الأنانية والشر. الشخص الناجح يقوم بأشياء، عفوا، لا يحب الفاشلون القيام بها. نعم، صحيح، صواب. الشخص الناجح يقوم بالصبر والاجتهاد والسعي، الفاشل لا يحب هذا، لا يحب مثل هذه الأشياء. أن تتحمل المسؤولية عن اختياراتك وتتحلى بالثقة بالنفس، فأنت إنسان أناني إذا تحملت المسؤولية وأصبحت تثق بنفسك، هل هذا يعني أنك إنسان أناني؟ خطأ. حسنا، من درس غرائب المخلوقات، درس جميل يتحدث عن الحيوانات الجميلة والطيور، فيحدثنا الدرس أن الطيور تحب أوطانها مثل الإنسان. فمثلا عصفور الهزاز من الأمثلة على حب الوطن. لماذا؟ هذا العصفور يهاجر في الخريف إلى الجنوب ثم يعود في الربيع إلى وطن مرة أخرى، وبالرغم من أنه يسافر لألف ميل إلا أنه لا يضل طريقه، وهذا معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. أما النحلة، النحلة مهما تغير شكل الخلية أو خليتها تجد خليتها، مهما تغير شكلها ومهما طمست ترجع إليها وتعرف مكانها. وترى أيضا الأزهار بالضوء الفوق البنفسجي الذي يجعلها ترى الأزهار أجمل مما نراها. سبحان الله. الحصان، أو الحصان عفوا، الحصان يشعر باختلاف درجة الحرارة، وأيضا يرى في الظلام. لماذا؟ لماذا يشعر بالاختلاف درجة الحرارة ويرى في الظلام؟ لأنه لديه عينان تتأثران بالأشعة تحت الحمراء، فهذا يساعده على الإحساس بدرجة الحرارة والنظر في الظلام الشديد. العناكب المائية، العناكب المائية تصنع خيوطا على شكل منطاد لكي إيه؟ لكي يعيش بها أبنائها الصغار قبل ولادتهم. الثعابين المائية، الثعابين المائية لغز حير العلماء، بالرغم من أنها تهاجر إلى جنوبي برمودا هناك تبيض وتموت، الثعبان يموت. أما الصغار فسبحان الله تقاوم الأموات حتى تعود إلى موطن أمها مرة أخرى. كيف علمت وأمها ماتت؟ ولكن سبحان الله هي تعلم، هي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها فطرة فهي تعلم وتعود إلى مكانها مرة أخرى. فكل هذه الغرائب تدعونا إلى التفكر في عظمة الله والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، وبناء عليه يجب أن نزداد إيمانا وأن نقوم بحب وطننا. هيا بنا نقوم بالحل. تطير معظم أسراب الطيور إلى الجنوب وتقطع نحو 1000 ميل فوق عرض البحر
ولا تضل طريقها، والنحل تجد خليتها مهما طمست، ونحلة العسل لا تكذبها الأزهار الزاهية. معنى طمست، محيت، مضت، تضل، تهتدي. ما الغريب الذي ورد في الفقرة؟ قلنا الغريب أن بالرغم من أن الطيور تهاجر نحو 1000 ميل، إلا أنها تعرف كيف تعود مرة أخرى إلى موطنها. معنى مستتر خفي، كل مستتر ومضاد الرجوع السفر. عفوا، كيف يحس الحصان باختلاف درجة الحرارة؟ قلنا أن الحصان لديه القدرة على أو يرى في الأشعة فوق الحمراء، تحت الحمراء عفوا، الأشعة تحت الحمراء، فهذه تجعله يشعر باختلاف درجة الحرارة. في القطعة الثانية، لقد قاومت تلك الثعابين الصغيرة الطيارات القوية وغالبت الأمواج على كل شاطئ، دفعها قانون خفي وفطرة فطرها الله عليها إلى الرجوع حيث كانت بعد أن تتم الرحلة كلها. إن هذه الأمثلة تدعونا إلى التفكير في الآيات الدالة على قدرة الله. ما اللغز المحير بالثعابين المائية؟ قلنا ونحن نشرح أن بالرغم من أنها تسافر إلى جنوبي برمودا وتضع البيض هناك وتضع أبنائها وتموت، تعرف الأبناء كيف ترجع إلى موطن الأمهات مرة أخرى. فهذا هو اللغز الذي حير العلماء. حب الوطن غريزة فطرية، كيف يكون حب الوطن غريزة فطرية؟ ها هم. نقول حب الوطن غريزة فطرية، سبحان الله. فبالرغم من أن هذه الحيوانات وهذه الطيور تهاجر لأماكن كثيرة، فمثلا عصفور الهزاز عندما يهاجر إلى عشره القديم، عندما يهاجر يعود مرة أخرى إلى عشره القديم، وهذا دليل على حب الوطن. الثعابين المائية بالرغم من أنها تموت في تمو تضع أبنائها وتموت، إلا إن الأبناء يعودون إلى موطن الأمهات مرة أخرى، سبحان الله، وهذا دليل على حب الوطن. فكل هذه الأشياء تدل على حب الوطن. أيضا اهتداء النحل إلى موطنها أو إلى خليتها عفوا، هذا دليل على حب الوطن. النصوص، الفرع الثالث، عشقناك يا مصر، هو نص لفاروق جويدة، يبين فيه فاروق جويدة كيف أنه يحب مصر، وأن مصر تسكن في أو في أعماقنا، وأننا جميعا نعشق مصر عشق الأبناء لأمهاتهم، وأنه مهما حدث سيظل دائما وأبدا صوت مصر فوق أو رغم الشدائد مصباح ينير طريق الحائرين، وأن أرض مصر هي دائما مأوى لمن يرغب في الأمان، كل من يرغب في الأمان يأتي إلى مصر، وأن شباب مصر رغم الظروف القاسية هم شمس ينيرون الحياة. فيجب وينصح الشاعر مصر أن تتخلص من أحزانها، لأنه ينتظرها مستقبل مشرق. فالشاعر هنا يقول: حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا رعانا بدفء، وإن طال فينا زمان الحنين، سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين، سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع على العالمين، فهيا اخلعي عنك ثوب الهموم، غدا سوف يأتي بما تحلمين. حملناك، معنى حملناك حفظناك. مفرد الضلوع الضلع، كيف عبر الشاعر عن حب المصريين لوطنهم؟ عبر الشاعر أنه جميعا نحن مصر داخل قلوبنا وصدورنا، وما دور مصر تجاه الغريب؟ دائما أن تحفظه وأن تحافظ عليه، وهي بلد الأمن والأمان. عشقناك صدرا رعانا بدفء، ما الجمال في هذا التعبير؟ عشقناك صدرا رعانا بدفء يدل على ماذا؟ يدل على أنه شبه الشاعر مصر بالأم التي تحنو على أبنائها. طلب الشاعر من مصر أن تتخلى عن همومها لأن المستقبل أفضل. نكتب هذا البيت، هذا البيت يطلب أن تتخلى عن همومها، الهموم، فإذا هيا اخلعي عنك ثوب الهموم، غدا سوف يأتي بما تحلمين. معنى عبيرك، قلنا المعنى غير المراد، المعنى هي الرائحة الطيبة، أما المراد الأرض. مضاد يشع، يخفض. ماذا طلب الشاعر من مصر في البيت الأخير؟ طلب منها أن تخلع عنها ثوب الهموم وأن تترك الهموم جانبا، وبشرها بأن الغد سيكون أفضل بإذن الله. من حديث مكارم الأخلاق، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإنسان يتصدق على المحتاجين، فما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع لله أحد إلا رفعه. يبقى إذن هو في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الكثير من الأخلاق الحميدة.
أولا أن نتصدق على المحتاجين فلا ينقص المال بالصدقة، ثانيا أن نكون متسامحين، ثالثا أن نتواضع. فكل هذه المكارم الجميلة من شأنها أن تجعل الإنسان أفضل وتعلو بالمجتمع. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة ما زاد الله بعبد بعفو عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع لأحد لله إلا رفعه. كلمة عزا معناها إكراما، جمع صدقة طبعا صدقات. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما هذا الأسلوب؟ هو أسلوب توكيد نفي واستثناء عفوا، ويفيد التوكيد. كلمة صدقة لماذا جاءت نكرة؟ صدقة، أي صدقة؟ يبقى إذا هنا هي تفيد العموم والشمول. عكس زاد نقص، معنى عفو التسامح. استخرج من الحديث تضادا واذكر أثره في المعنى: ما نقص مال من صدقة نقص، وما زاد الله نقص وزاد. هذا التضاد يوضح المعنى ويقويه ويبرزه. فضل العلم والعمل. العلم، هذا العلم هو الطريق للوصول إلى المجد. فبدون العلم لن يصل الإنسان عفوا إلى المجد. فيطلب منا الشاعر هنا أن نهتم بالعلم، لأن العلم هو مال المعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام. العلم هو المال، لأن العلم بيميز صاحبه، والعلم مثل الشمس فالتي تنير للدنيا. أما الجهل هو الضلال أو الظلام. والذين الكسالى الخاملون الذين لا يهتمون بالعلم، إذا أردت أن تنصحهم فلن يستجيبوا لنصحك، ويحسبون أنما تقول لهم مثل أغاني وأناشيد، لا يهتمون بمثل ما تقول. فهؤلاء الجاهلون يشبهون الموتى، لا تؤثر فيهم الحياة، فيجب علينا أن نقاوم مثل هؤلاء. هذا النص للرافعي. ماذا يقول الرافعي؟ الرافعي يقول: إن المعارف للمعالي سلم، وأولو المعارف يجهدون لينعموا، والعلم زينة أهله بين الورى، سيان فيه أخو الغنى والمعدن. والخاملون إذا غدوت تلومهم، حسبوك في أسماعهم تترنم، في الناس أحياء كأموات الوغى، واخذوا الأسنة فيهم لا يؤلم. معنى المعارف، المعارف العلوم، الأقارب، الخصال الأولى والثانية، العلوم. طبعا المعارف ليس المقصود بها هنا الأقارب، المعارف على المعرفة يعني. معنى ينعم مضاد ينعم عفوا يشقو. الطريقة، ما الطريقة التي يؤدي إلى المعالي؟ طريق العلم. ما أهمية العلم للإنسان والمجتمع؟ العلم هو السلم الذي يساعد الإنسان لكي يعلو ويرتقي ويصل إلى أعلى المراتب. ما الجمال في إن المعارف للمعالي سلم؟ قلنا هذا الأسلوب هو أسلوب مؤكد بإن، وأيضا شبه فيه الشاعر المعارف بالسلم الذي يرتقى به. ما المراد بكلمة الوغى؟ في الناس أحياء كأموات الوغى، الوغى هو المراد بها الحرب. وما عكس تترنم؟ تترنم معناها، أو معناها تغني، طبعا عكسها تبكي، عفوا عكسها تبكي، هذا هو المعنى وليس المضاد. مفرد الأسنة السن. اشرح البيتين بأسلوبك: والخاملون إذا غدوت تلومهم، حسبوك في أسماعهم تترنم. إذا أردت أن تشرح الأبيات لا تقوم بشرحها بالترادف. الخاملون الكسالون الكسالى إذا غدوت، إذا أردت، أو إذا أصبحت تلومهم تعاتب، هذا خطأ. إذا أردت أن تترجم أو تقوم بترجمة شيء، هل تقوم بترجمة حرفية أم تفهم ما تقوم بترجمة؟ مثله شرح الأبيات. شرح الأبيات افهم المجمل ثم قم بالشرح. والخاملون إذا غدوت تلومهم، حسبوك في أسماعهم تترنم. يقول الشاعر أن الكسالى إذا أردت أن تعاتبهم على إهمالهم للعلم لن يفهموا ما تقول، وحسبوك أنك تنشد. فهم مثل في الناس أحياء كأموات الوغى، مثل أموات الحروب لا يشعرون بوخز الأغنة فيهم. فالكلام لا يشعرون به، الكلام الذي يقوم بتوبيخهم لا يشعرون، مثل الميت لا يشعر في ميت الحرب، لا يشعر بوخز الأغنة. فعند الشرح اشرح بأسلوبك، افهم المغزى ثم قم بالشرح. ما الجمال في أموات كأحياء الوغى؟ شبه طبعا الشاعر الجهلاء بأموات الحروب الذين لا يشعرون بالألم. العمل حياة. هذا الآيات الجميلة الله سبحانه وتعالى يبين فيها أنها
وهب سيدنا داود نعما عظيمة، فمنح سيدنا داود النبوة والكتاب، وجعل أمر الجبال والطيور بترديد التسبيح معه، وجعل له الحديد لينا كالعجين، وبناء عليه فأمره أن يصنع الدروع، بالرغم من أن سيدنا داود الله سبحانه وتعالى جعله نبيا وأتاه الملك، ولكن مع ذلك كان يصنع الدروع للمحاربين. وهذا دليل على أهمية العمل مهما كانت مكانتك، اعمل. أما سيدنا سليمان فالله عز وجل من عليه بالكثير، سخر له الريح، أذاب له النحاس، جعل له النحاس كالماء. أما سيدنا داود الحديد كالعجينة الطرية كالصلصال. النبي أيضا ربنا سبحانه وتعالى من على سيدنا سليمان فبتسخير الجن له، وأيضا هؤلاء الجن كانوا يصنعون له المعابد والقصور والتماثيل والقصاع الكبيرة والأوادي، كل هذه الأشياء. ومن كان يخالف أمر من أوامر سيدنا سليمان كان الله عز وجل يعذبه عذابا شديدا. فيطلب الله عز وجل من سيدنا داود وأهله أن يشكروا الله على نعمه العظيمة، وذلك عن طريق العمل الصالح والطاعة. فإذا كان سيدنا داود يشكر الله عز وجل وسيدنا سليمان، فنحن أولى أيضا بالشكر، نشكر الله، نشكر الله على ما مدنا به. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هنا تفسير غدوها، غدوها غدوها شهر ورواحها، غدوها معناها ذهابها، كلمة فضلا عكسها نقمة. كان نبي داود صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام يقدس العمل، نعم، فبالرغم من أن الله عز وجل آتاه الكتاب والنبوة إلا أنه كان يصنع الدروع للمحاربين. يبقى إذن إجابة هذا السؤال أن النبي داود صلى الله عليه السلام كان يصنع الدروع للمحاربين. وألنا له الحديد، ما الجمال في هذا التعبير؟ يدل على أن قدرة الله عز وجل، وتعبير جميل يدل على قدرة الله عز وجل. معنى يزغ معناها يعصي. أسلنا له عين القطر يعني عكسها جمدنا. الله سبحانه وتعالى أنعم على سيدنا سليمان في الآية السابقة، نعم، سخر له الريح، أذاب له النحاس، سخر له الجن، كل هذه نعم. ما الجمال في غدوها شهر ورواحها شهر؟ ها، تضاد، تضاد يوضح المعنى ويقوي. الله سبحانه وتعالى منح سيدنا داود فضلا عظيما، فأبر الجبال والطير أن تسبح معه. اكتب الآية التي تدل على هذا المعنى. إذن يجب علينا أن نقوم بحفظ الآيات، هذه الآيات حفظ. فهنا الآية التي تدل على هذا المعنى، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. إذن هذه هي الآية التي طلبها منا. الدرس الثاني، سليمان والحمامة. كان سيدنا سليمان حمامة يقربها في مجالسه، وهذه الحمامة خدمت سيدنا سليمان وقتا طويلا بإخلاص وأمانة. في أحد الأيام يقوم سيدنا سليمان بتكليفة هذه الحمامة بحمل رسالة إلى أحد الخلفاء وأن تقوم بإبلاغه السلام. كان هذا الخلفاء في مكان يسمى راما، وراما بالحجاز. كان في هذه الرسالة تكريم للحمامة، ولكن هذه الحمامة الحمقاء قامت بفتح الرسالة وخانت الأمانة وقرأت الرسائل، فوجدت فيها أمر من سيدنا سليمان رضي الله عليه السلام أن يلبس الحمامة تاج وأن يوفر لها الرعاية في السفر وفي الإقامة. وفتحت الرسالة الثانية وجدت أن سيدنا سليمان أمر بإعطائها حدائق وبساتين في مكان يسمى تهامة، تهامة. والثالثة قامت أيضا بفتحها ولم تستحي، فوجدت أن سليمان يأمر لها أن تكون قائدة على كل الطير. فبكت الحمامة وندبت لأنها خانت الأمانة وقرأت الرسائل فخسرت كل شيء، ولكن الندم لا ينفع بعد فوات الأوان. كان ابن داود يقرب في مجالسه حمامة خدمته عمرا مثلما قد شاء صدقا واستقامة. معنى يقرب، قلنا يدني، جمع حمامة، حمامات وحمائم، فإذا الأولى والثانية.
لماذا جمع الشعر في كلمة مجالسه؟ طبعا الجمع بيفيد الكثرة. خدمته عمرا تدل على شدة إخلاص الحمامة وطول مدة خدمتها. ويشير في الثاني بأن تعطى رياضا في تهامة، وأتت لثالثها ولم تستحي أن فضت ختامة، فرأته يأمر بأن تكون لها على الطير الزعامة. معنى الزعامة، الزعامة بمعنى الرئاسة. مضاد فتحت عكسها، طبعا فضت يعني فتحت عكسها أغلقت. بما كلف سيدنا سليمان الحمامة ولما وصفها الشاعر بالحمقاء. كلف سيدنا سليمان الحمامة أن توصل رسالة إلى أحد الخلفاء بمكان اسمه راما. طب وصفها بالحمقاء لأنها طبعا قامت بفتح الرسالة. ما الجمال في قول الشاعر تكون لها على الطير الزعامة؟ تعبير جميل بيدل على تكريم سيدنا سليمان لهذه الحمامة. من درس الحب عطاء، الحب عطاء درس جميل لصالح حواري. يقول فيه الشاعر الحب يبين مظاهر الحب، فأن يبين الشاعر أن الحب هو سر السعادة، وأن أجمل ما في الوجود أن نعيش في سعادة بلا عداوة ولا كراهية. وما أجمل أن يجمعنا الحب في ظله، فيشبه الشاعر الحب كالشجرة الجميلة التي تظل صاحبها، ويبين لنا الشاعر صور العطاء والتعاون. فيجب ويقول أننا يجب علينا أن نتشارك في الحب والمودة ونساعد الضعفاء، وألا يقتصر التعاطاء والتعاون على الإنسان بل يساعد كل الكائنات. يعني مش بس إن إحنا نساعد الإنسان بس فقط، لا، ده إحنا لازم إن إحنا نتعاون في مساعدة كل الكائنات الحية. فنبني أعشاشا للطيور، نرفع الظلم عن الكون، نزرع الورود، نشعل الشموع، فكل هذا من صور الإيه؟ العطاء. يقول الشاعر ما أجمل أن نحيا سعداء، لا حقد يسود ولا بغضاء، أزهار الحب تظللنا في دنيا تغمرها الأنداء، للطير نعمر أعشاشا ونرد عن الكون الظلماء، نزرع وردا نشعل شمعا نعطيه نعطيه، فالحب عطاء. معنى نحيا نعيش، مذكر كلمة دنيا، أدنى مبني لا تجوز، دان يعني قريب، دنا قريب أيضا فلا تجوز، جمع حقد أحقاد، حاقد حقائد، طبعا هي أحقاد، هي أحقاد عفوا. ما مظاهر الحياة السعيدة التي تناولها البيتان؟ أن طبعا أن نعيش سعداء في سعادة بلا عداوة ولا كراهية، وأن يجمعنا الحب في ظله في دنيا مليئة بالكرم. جمع عطاء، عطايا، معنى نشعل، نوقد، نضيء، نحرق، طبعا الأولى والثانية. ما الجمال في نعطي 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 نعطي، إذا هنا أسلوب توكيد عن وسيلته تكرار الفعل المضارع. حسنا، وبهذا نكون انتهينا من مراجعة مادة اللغة العربية. أسأل الله العظيم أن يفتح عليكم فتوح العارفين، وأسأل الله أن تكونوا استفدتم بهذه المراجعة وأن يوفقكم لما فيه الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.